السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. عايزك تصلي على الحبيب، عايزك تستغفر ربنا كتير الفتره اللي جايه. عندك توقعات جديده، احداث جديده، خير ان شاء الله باذن الله لحياتك. انا بصور بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاك العكس يا برج الثور. استخاره، هنشوف مع بعض ايه الاخبار عندك وايه بعض الاحداث اللي هتكون عايمه لحياتك. ففي احداث كتيره حلوه، في توقعات كتيره جميله ان شاء الله باذن الله، بس هديلي اعصابك الفتره اللي جايه عشان هيكون عندك احداث حلوه مع توقعات جميله. ودلوقتي هنشوف الصوره اللي هتنطبق على حياتك باذن الله. بسم الله، سورة الشعراء. سورة الشعراء، بسم الله. أول حاجة، أنت عندك حكم عدالة، بس عندك أذى بينك وما بين نفسك. دايما مؤمن بالله، هيجي لك خبر مستنيه من بدري، بس حصل عندك ظلم، وانت يعني الظلم ده مش قادر تحدد حصل عندك ازاي. في كمان هنا محادثة بينك وما بين شخص، دايما كنت معرض للأذى وحصل عندك كذبة، وحصل حد استأذى بيك، حد ما ادكش المكانة بتاعتك، حد عمل لك طاقة سلبية رغم ان انت كنت كويس معاه جدا. عندك كذبة كبيرة يا برج الثور، فياريت تخليلي بالك. عندك حد في حياتك كريم، حد كويس، حد عارف ربنا كويس جدا، ودايما بيفعل الخير، دايما مؤمن بالله، ودايما حكيم في قراراتك وحكيم في تصرفاتك، بس عندك طاقة تردد. طيب، في كذبة عندك، والكذبة دي انت خايف منها جدا، دايما بيضيق صدرك، بتحس ان مش قادر تتكلم، مش قادر تعبر عن مشاعرك، مش قادر تعبر عن اللي جواك، وعندك ضيق وخنقة. وفي نفس الوقت هيكون عندك رسالة، بس عندك ذنب في حياتك. وكمان حصل سرقة ذهب، سرقة فلوس، سرقة عندك حصلت الأيام اللي فاتت، فهيكون عندك تعويض بإذن الله. دايما مستمع لربنا، فعشان كده يا ريت تخليلي بالك. هيكون عندك رسالة الأيام اللي جاية، وفي خبر حمل بولد. بقالك سنين في حياتك عايش في ظلم، عايش في اكتئاب، حصل عندك غدر من المقربين، حصل عندك ظلم من الناس اللي في حياتك، فما تقلقش خالص عشان انت هيكون عندك طاقات ايجابية، وهيكون الخير كله من نصيبك. في هنا كمان موهبة عندك في حياتك، والموهبة دي هتكون كويسة جدا، دايما بتعمل عمل خير، بتعمل عمل انساني في حياتك. ياريت تخليلي بالك من كل الاشخاص اللي حواليك، عشان دايما واقع عليك اذى بينهم. الايام دي انت حاطط سد بينك وما بين ناس كتيرة جدا، قالوا عليك كلام مش فيك، قالوا عليك حاجات مش بتاعتك، وعشان كده هيكون ليك رسالة. انت هيكون عندك مشوار بين المغرب وبين العشاء، الله اعلم، هيكون عندك مشوار، هيكون عندك مواجهة بينك وما بين حد، هيكون في كلام بينكم. في كمان اشخاص عندك مسجونين، الاشخاص دول ربنا هيفك كربهم، وهيكون عندك بشرة، والبشرة دي هتكون انت فيها صادق، وهتلاقي الخير. عندك شخص تعبان، شخص مش كويس، الشخص ده بيحاول يأذيك وبينزع فيك المشاكل من ناحية ان هو خايف عليك وخايف على مصلحتك. في سحر عليك، فياريت تخلي بالك. انت عايز تطلع من ارضك، تطلع من بيتك، علشان في سحر عندك، ودايما بتكره الاوامر، دايما بتكره ان حد يتأمر عليك. عندك سحارين كتيرة جدا موجودين في حياتك، هيكون عندك اجتماع بينك وما بين اشخاص، والاشخاص دول هيكون من وسطهم الساحر.
هيبقى عندك كمان اشخاص من المقربين، الاشخاص دول تعبينك في حياتك بس انت هتعرفهم وهتطلع من حياتهم، علشان هيكون عندك اخبار حلوة وهتسجد لربنا وهتشكره على كل الفضل اللي اكرمك بيه وخلاك تبعد عن ناس اذوك. عندك شخص كبير في العمر، الشخص ده مش كويس فدايما بيحاول يأذيك، دايما بيقطع علاقاتك مع المقربين ليك، فياريت تخلي بالك. عندك برضو حد بيوصيك وصايا حلوة، حد بيوصيك على حد ودايما انت بتسمع لكلامه، وفي نفس الوقت عندك شخص طماع، شخص بيطمع في الحاجة اللي مش ليه. هتجيلك رسالة، والرسالة دي هتخلي بالك منها عشان هتكون انت منتظرها من بدري. في بيتك حشرات، في نمل في بيتك، في حاجات في بيتك ودايما بتحصن نفسك. عايزك تحذر من المجتمعات اللي حواليك، تحذر من عيون حاسداك، وفي نفس الوقت هيكون عندك رزق حلو جدا. الرزق ده هيجيلك من حد انت هتتعرف عليه، وهيبقى فيه رزق لحياتك انت هتكون مدرك ليه كويس، وهيطلعك من عذاب في حياتك. اخدت ضربة قوية جدا، اتأذيت منها واتظلمت، رغم ان انت كنت دايما مؤمن بالله، رغم ان انت ما كنتش بتفعل غير الخير، بس اتأذيت وكان في نفاق عندك في حياتك. ناس حواليك بيجايبين في سيرتك، بس انت مؤمن بالله ورامي همومك كلها لربنا. هتسمع شوية كلام الايام اللي جاية، ما تسمع لهمش، او ارمي ورا ظهرك، محدش هينفعك. عندك هنا بينك وما بين اهل بيتك كلام، بينك وما بين اهل بيتك شوية مواجهات. في وعد هنا هيكون حلو، وحد هيوفي بيه ان شاء الله الايام اللي جاية. دايما طارد حياتك من نفسك، يعني دايما مش عارف انت عايز ايه. في حد مريض عندك، الحد ده ربنا هيشفيه، والحد المتوفي ان شاء الله باذن الله الحد المتوفي ده هيكون يعني ممكن يعني ان شاء الله باذن الله الحد ده ربنا هيغفر ذنوبه. انت قلقان عليه جدا، او فقدت حد عزيز، الحد ده كان عزيز على قلبك اللي توفى، انت فقدته زعلان عليه جدا. عندك موهبة حلوة ان انت بتفعل الخير بس، وهيكون عندك كلام في الحق بينك وما بين اشخاص حواليك. كان عندك مشكلة عن ورث، عن حقك، الله اعلم. دايما ربنا بيغفر لك عن الظلم، بس انت حزين الايام دي، بالك مشغول بمال، بالك مشغول بكسرة قلبك اللي قلبك مكسور بيها. هيكون عندك مواجهات حلوة جدا، وفي نفس الوقت هيكون عودة مع الشريك، بس ابعد عن ناس كتيرة جدا كذابة، وشخص عامل زي ابليس بالظبط بيحاول يجمعك على الفساد. في خصام بينك وما بين ناس، هيكون في صلح، انت دايما على صراط مستقيم، دايما ما تفعلش غير الخير زي ما قلت لك. عندك جرح في قلبك، جرح كبير جدا، مفيش حاجة شافية، بس في صديق هيقف جنبك وهيكون هيدعمك على الخير بإذن الله. انت مؤمن جدا ان ربنا هيكتر من افعال الخير لحياتك، وعشان كده دايما بتبعد عن الكذب والخيانات اللي الاشخاص القادمين في حياتك دول بيفعلوها. اتطعمت زي ما قلت لك، بس سلمت امرك لله وبتشتكي لربنا بس. دايما بتقول ان ربنا عالم، عشان كده بتعيد حساباتك، بتعيد نظرتك في الحياة اكتر. دايما بتكون اشخاص او بتكون قوة في حياتك علشان تبعد عن الكذب والنفاق والخداع. شايف ان ربنا هينجيك من الفلق المشحون في حياتك اللي هو العذاب والتوتر والحيرة، ده كله ربنا هيخرجك منه، وهتطلع من الطاقات دي كلها، وهتدخل في طاقات حلوة. بس دايما ارجع لربنا، عشان حاصل عندك اذى، حاصل عندك ظلم. في هنا كمان اجراءات عظيمة هتاخدها، في بعض الاشياء اللي هتشتريها باذن الله. انت ناوي تفتح مصنع، ناوي تشتغل في شركة، ناوي تشتغل في حاجة حلوة عندك، فالحاجة دي هتجيب لك خير حلو جدا. في كمان موضوع هيتفتح قدامك، مش هتقول غير الحق وغير الخير، بس في عيون عليك، خايف
من يوم الايام جدا، خايف من بكره جدا. الايام دي معدتك بتوجعك وفي حد في اهلك بيكذب، خلي بالك. في رسالة هتجيلك كذب، او في كلام هتسمعه كذب، خلي بالك وما ترميش ودانك اكتر لحد. زرعت خير وحان وقت تحصده، في جبل طالع فيه لوحدك محدش معاك فيه، ناس كتيرة جدا افسدت في حياتك، والبشرة اللي جاية لك هتكون بشرة خير زي ما قلت لك. بس بلاش تشرب حاجة من حد، بلاش تاكل حاجة من حد انت مالكش بيه سلطة قوي، علشان ما تأذيش. عندك وصول لهدف. في كمان هنا الفترة دي حيرة ودوامة انت فيها لوحدك ومحدش حاسس بيك، في الصراحة عندك يعني اجراء عظيم انت هتعمله الايام اللي جاية وهيكون في خير ليك. موضوع لحد الان شاهد بينك وبين الشريك مشاكل او توتر، هتعودوا لبعض بالخير ان شاء الله باذن الله، او بتتخطوا مرحلة في مرحلة. ربنا هينجيك من عذابه، هينجيك من اهل مش كويسين، عندك حد عجوز في السن كبير، الحد ده دمر حياتك، الحد ده غيران. هقول لك على حاجه، دمروا لك حياتك وكسروه من الفساد اللي كانوا فيه، بس انتوا مش شايفينه ولا مدينه اهتمام. اصحابك بيكذبوا عليك، فعليك تخلي بالك من كذب كتير في حياتك وهتكون خير. انتوا كمان حصل عندك خساره اكتر من مره، خسرت حاجات ما شاء الله باذن الله. التعويض القادم هيكون ليك انت لوحدك. انتوا فيه حاليا عندكم فرج لصالحكم، انتوا ماسكين طرف الخيط بين ايديكم، اوعوا تضيعوه. دايما تخلوه يبعد دايما عنكم. معروف عنك ان انت روحانيتك عاليه، وجودكم في اكتر من حاجه، انت متالق. كمان انتوا هنا بتحاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي مشاكل سلبيه او عن اي ضغوط نفسيه. عندكم اختبار من عند ربنا، وده بيكون طاقه في حد ذاتها ايجابيه. كمان انتوا في نجاح، والنجاح ده من بعد وقف الحال اللي حصل لكم في حياتكم. المده اللي انتوا فيها حاليا حياتكم هتتغير للافضل، ومن بعد في الحال اللي انتوا فيه والروتين والتعقيد اللي انتوا مريتوا بيه على جميع الاسرة. كمان انتوا هنا في خبر حلو، الخبر ده هيبرد النار اللي جوه قلبكم، ويبقى هيبقى نور جديد لحياتكم. انتوا عندكم شمعة هتنور الطريق اللي انتوا فيه. البعض منكم مقيد في علاقة ومش مرتاح، ودايما زعلان وحاسس ان هو عايز يطلع من العلاقة دي، بس مش عارف يبدأ ازاي او يتخطى المشاكل دي ازاي. وعشان كده انتوا الفترة دي هيكون عندكم مفاجأة حلوة، بس حاولوا تهدوا اللعب شوية، وحاولوا ان انتوا تشوفوا ايه الحاجات اللي تستقروا بيها وينفع تعملوها. انتوا طول عمركم عايشين بتدوا، طول عمركم ما يعني جيتوا على حد، عمركم ما رجعتوا حد وما اديتوهوش اللي هو محتاجه، وده خلاكم انتوا حاليا بتحسوا بالذنب. كمان استحملتوا حاجات محدش يستحملها، طول عمركم بتستحمل، ولا عمركم اشتكيتوا ولا عمركم قلتوا صبرنا خلص. عندكم كده طاقة لا مبالاة، بس في نفس الوقت في خوف وفي تردد مسيطر على بعض الحالات بتاعتكم. لازم تغيروا الوضع اللي انتوا فيه، ولازم يكون عندكم انتصارات قريبة الفترة دي. حاولوا تحلوا المشكلة اللي عمالة تسحب من الطاقة بتاعتكم، حلوها علشان ما تستخدش طاقتكم كلها وترجعوا تزعلوا. كمان في فتح كلام او في فتح مواضيع بخصوص العلاقة العاطفية مع حد، انتوا هتتكلموا او حد هيتكلم، المهم ان انتوا هيكون في اشارة حلوة، والاشارة دي هتديكم راحة بال واستقرار، وهتجعل لكم باذن الله فرحة جميلة جدا طول انتظارها، او فرحة انتوا بقالكم مدة مستنيينها. عندكم حد باعكم، حد ما توقعتوش منه يكون في يوم من الايام ده ردت فعله او ردت فعله عليكم، فعلا باعكم بشكل انتوا اصلا مش متخيلين هو عمل كده ليه. في حياتكم افعى بتجري وراكم وبتتبدل الاضواء، يعني بتعمل زي ما انتوا بتعملوا. خدوا بالكم منها وخدوا حذركم منها. انتوا طول الوقت عندكم طاقة حلوة، بس عندكم علاقة مسمومة. العلاقة المسمومة دي اخذت الصبر بتاعكم واخذت الوضع اللي انتوا فيه. ما تفكروش بقلبكم، وحاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر المرة كمان، وخدوا بالكم من حد بيستغلكم او من شخص بيغفلكم في اكتر من حاجة. انتوا مقيدين في اكتر من علاقة، مش لازم علاقة ارتباط، ممكن تكون علاقة اخوية، علاقة صداقة، علاقة حد انتوا مقيدين بيها وبتسحب من الطاقة بتاعتكم. ظهركم انحنى من الوجع ومن الالم، فحاولوا ان انتوا الفترة اللي جاية دي
تكتموا شوية على خصوصياتكم وما تظهروش اي حاجة حلوة في حياتكم، ودايما حصنوا نفسكم. كمان انتوا هنا في دعاء، الدعاء ده هيبقى حلو جدا ليكم، هيسر لكم الامر بتاعكم. بقى مين الشخص اللي بيحاول يتفق على اذاكم ودايما بيدخلكم في علاقة سلبية مؤثرة على نفسيتكم؟ في خبرين هيجولكم ورا بعض، الخبرين دول في منهم انتصار وفي منهم نجاح، او واخدان حق من حد ظلمك قدام عينيكم ومعرفتوش تاخدوا حقكم. جبر خاطر من عند ربنا بإذن الله الفترة اللي جاية، وهتكونوا مبسوطين جدا ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب مع البشر السارة او مع الطاقات الإيجابية اللي انتوا فعلا تستحقوها. انتوا الفترة دي في فترة دعم. كمان بتحاولوا تفكروا في قراراتكم اللي انتوا خدتوها، عندكم تحكيم في علاقة او بخصوص شغل، وهتستفادوا بالحظوظ المالية اللي هتبدأ عندكم، وهيكون عندكم عمل جديد للأفضل، وإن شاء الله بإذن الله كمان هتنهوا الخلاف اللي بينكم وبين الشريك الفترة دي، علشان في خلاف قوي أو في خلاف شديد. البعض منكم هنا عنده اسمة، هتبقى اسمة عدالة إن شاء الله بإذن الله، وفي سفر هيتم على خير مع شخصين، هتسافروا هيتم السفر على خير، أو هيتم الموضوع اللي ببالكم فيه على خير، بس أنتم مديين الموضوع ده أكبر من حجمه، او قلقانين جدا بخصوص ان الموضوع ده ما يتمش، قلقانين جدا بخصوص الكلام، الله اعلم. طيب انتوا هنا مش عارفين اذا كنت انتوا عندكم مشكلة او اذا كنتوا انتوا في حيرة او في ضيق، الله اعلم، بس انتوا في حاجة مش فاهمينها وعايزين تحطوا لها النقط ومش عارفين تبدأوا لها منين، وعشان كده الحيرة والتوتر اللي ملازمكم ده على الفاضي وعلى المليان في ابسط يعني في امور كتيرة جدا، وبرضو انتم امنين بالله جدا وماشيين بما يرضي الله، فالمشكلة اللي عندكم دي كلها كام ايام محدودة وهتتحل، فعشان المشكلة دي تتحل لازم تاخدوا القرار اللي عندكم. كمان انتم هنا في حزن، والحزن ده مأثر حتى عليكم انتم وعلى اللي في حياتكم، ربنا هيخففه منكم، بس حاولوا ان انتوا تبعدوا العصبية والتوتر الفترة دي، وتحلوا لو في خلاف بينكم وبين حد، في حاجة بينكم وبين حد لازم تحلوها، لان انتوا بيحسدوكم على كل حاجة، على شغلكم على منصبكم، وخدوا بالكم من الزعل اللي بينكم وبين الشريك الفترة دي، الشريك بيحبكم جدا لازم، بس انتوا بتتعاملوا معاه وانتوا مش فاهمين في ايه. عندكم طريق طويل هتمشوا فيه، والطريق ده هيكون فيه خير ليكم، او هيبقى فيه فترة للتغيرات الحلوة. انتوا شايلين هم شخص تعبان، خايفين جدا عليه او زعلانين على زعله او تعبانين على تعبه، الله اعلم، بس حرفيا انتوا شايلين هم حد زعلان عندكم، او هم حد كبير شايلينه على كتفكم، مستحملين فوق كتفكم، الله اعلم، بس في حاجة فعلا انتوا مستحملينها اول فترة دي. في امور عندكم ماشية ببطء، في امور مش ماشية زي ما انتوا رسمين لها او زي ما انتوا عايزين، ماشية معاكم بالعكس. المسؤولية اللي عندكم مخلياكم يعني في متراكمين كده على بعض، مخلياكم عندكم حاجة بتتحاول تتجازف في الامور اللي انتوا فيها، او في مخاوفات عندكم عندكم في حياتكم بتبقى فيها مشاكل، الله اعلم، او في تقييم لبعض الامور، في اكتر من حاجة اسفاكم، في اكتر من حاجة مخلياكم انتوا ذات نفسكم بتفكروا بكذا طريقة او بكذا شكل، بس حرفيا انتوا قلقانين، واصبح القلق ده واخد جزء كبير جدا من حياتكم، وده غلط، بلاش تدوا الألم وتدوا الطاقة السلبية تأثير كبير جدا في حياتكم، حاولوا ان انتوا بقدر المستطاع تستحلوا بالصبر وتبعدوا عن اي ضغوط انتوا بتمروا بيها، لان الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها دي مؤثرة عليكم ومؤثرة على الفكر بتاعكم، وفي نفس الوقت انتوا مستنيين اي حاجة تفرحكم ومش لاقيين، مش لاقيين ليه؟ علشان انتوا طال الانتظار عندكم وطول الوقت بتحلموا بحاجات مش موجودة.
ان انت واثق من كل الخطوات بتاعتك، ان انت عارف انت عايز ايه وليك ايه وعارف ايه اللي في حياتك ممكن تعمله. بص، الكسب اللي عندك ده ربنا هيخرجك منه وهينجيك من حاجات كتيرة جدا، وهينجيك من يوم كان في بعض المشاكل اللي عندك في حياتك. بص، مؤمن جدا بالله وعشان كده هينزل لك الحياة الجميلة. روحك حلوة، قلبك ابيض جدا، لسانك ما بيقولش غير الخير، ما بيعرفش الشر، وعشان كده حاطين عليك وأذينك. قلبك مجروح واتجرح اكتر من مرة، وعشت ايام فيها عذاب، عشت ايام فيها ظلم كتير، دايما عايش لوحدك بقالك سنين، وهيجيلك خير من اشخاص وعدوك، بس هتغير القرية، هتغير المكان، هتغير البيت اللي انت حاليا فيه علشان اتأذيت. حد عندك شيطان خلي بالك منه، في عزومة عندك، العزومة دي هتكون حلوة، في اشخاص بيدعوا ان هم بيصلوا وعارفين ربنا بس هم مش كويسين، فياريت تخلي بالك من كلامهم، تخلي بالك من عشرتهم، تخلي بالك من المقربين اللي في حياتك. انت هتطير الايام اللي جاية، يعني هتسافر، يعني هتنجح، يعني هتغير من احوالك في حياة حلوة جدا، حياة جميلة بقالك مدة بتسعى عليها، فعشان كده هيتغير من امورك. انت دايما عالم بربنا اللي بيديك، ودايما متوكل على ربنا، زي ما قلت لك ان انت هتشكر ربنا الايام اللي جاية على كل اللي هيديهولك في حياتك، بس احذر لي من الشياطين اللي حواليك، احذر لي من الكال والكيل، بلاش تسمع كلام اي حد عشان هما بيأذوك. في ناس عندك بتفعل الخير وبيعملوا عمل صالح، هما دول الاشخاص اللي انت هتكون معاهم، وهتكون هتحصدوا خير في حياتكم ما بين بعض. رب، انت بالك مشغول بالاشخاص اللي اكلين حقك وظالمينك، بالك مشغول باشخاص ظلموك، باشخاص اذوك اذى انت ما كنتش متوقعه، فلو انت عندك اذى مع حد ربنا هيجازيك خير، ربنا هينجيك من عذاب كبير في حياتك، هيخرجك من المشاكل اللي انت فيها، هيطلعك من طاقات. فاحنا عرفنا من صورتك ان انت هيكون عندك تغيير مكان، تغيير بيت، تغيير سكن، هيكون عندك حياة جديدة، حياة مختلفة، طاقة ايجابية، انت هتكون عندك في خير، عندك اخبار حلوة، الله اعلم، هيكون عندك خير هتحصده في حياتك الايام اللي جاية. انت دايما مؤمن بربنا، دايما مؤمن بالله ان ربنا هينجيك وهيغير من حياتك بالكامل بالفعل، ربنا هيبعد عنك عذاب الشيطان. في مكالمة تليفون انت مستنيها، عايز تغير مكان، مستني طفل جديد، عندك كمية انتظار رهيبة، كمية الانتظار دي هتكون من نصيبك، علشان انت انتظرت كتير، فربك هيجازيك خير، بس خلي بالك من اشخاص زي ما قلت لك بيدعوا الحب، بيدعوا الحنان، وهم اصلا مؤذيين، هم اصلا مش كويسين، فياريت تخليلي بالك من كل الاشخاص اللي حواليك، من الكذب والنفاق، من الخداع اللي واقع عليك من ناس مقربين في حياتك. ما تسمعش كلام حد، ما تركزش على حد قال ايه وعمل ايه، علشان انت ليك عليه، يعني انت عامل حاجات كتيرة جدا كويسة عليهم، وهم نكارين الجميل بيكذبوا وبينافقوا عليك وبيوصلوك كلام مش كويس، فما تسمعليش لحد، وبلاش الخوف، بلاش التردد، بلاش الطاقات السلبية، ركز على هدفك، ركز على حلمك، ركز على اهدافك، اهدافك هي اللي هتتحقق مش كلام الناس. هيكون عندك اخبار حلوة، لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبعة، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج بإذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تحياتي ليك.